برا كيما شتي داز في جو رياضي لي الجمهور اللي حضر بكثره اليوم. المقابله كانت شويه صيري بالنسبه للفريقين اللي كيعرفوا بعضياتهم بمعنى الكلمه. احنا اليوم سجلنا هدف وكنستحقوا نسجلوا اكثر من هدف. ان شاء الله مباراه العوده غتكون الروتور غتكون مباراه اخرى. غادي نبدلوا الاستراتيجي ديال الخطه اللي غادي نلعبوا بها ان شاء الله.